مصر قررت ان هي تحرك قوات الجحيم علشان تحرر معبر رفح. اي والله هوريك حاجات زي كده، اللجان الالكترونيه بتقول عليه قوات جحيم. اول مره اسمع ان بلدي عندها قوات تسمى قوات الجحيم. انا اعرف ايه خط البلطي، ايه الخط الاستراتيجي للاستاكوزا، ايه الخط الاستراتيجي لكبده الاختيار والكلام ده كله، انا اعرف الحاجات دي. لكن بالفعل مصر بتحرك قوات الجحيم لتحرير معبر رفح. القوات دي اسرائيل قررت ترد عليها برد غريب جدا من نوعه، رد لطيف جدا 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 جدا. قال لك والله لن نضربهم بالشماريخ بهذا الشكل. الشماريخ دي يا جماعه قوات اسرائيليه، قوات جفعاتي، لواء جفعاتي الاسرائيلي قرر ان يستهزئ بالجيش المصري، فخرج مجموعه من الشماريخ اضاءت سماء رفح المصري. قال لك احنا والله بنخلي الدبابات والمدرعات والجرافات والمركبه مش عارف ايه والطيارات لغزه علشان دول انهم قوم جبارين، تمام؟ انما نخلي بقى للجيش الشقيق والحبيب والاصدقاء والمحبه نخلي لهم الشماريخ. قال لك اول ما اشوف الشماريخ هو هيفلق وجري، فلق وجري. فليه قوات الجحيم دي انت وهو؟ يعني هذا المستنطع اللي كاتب العنوان دوت اللي اسمه احمد مبارك، هذا النطع بقاله سنه واثنين وثلاثه بينعق وبيطلع فيديوهات ليل نهار. الواد ده مش قادر استوعب ازاي بيعيش مع نفسه ومع اهله ومع جيرانه وهو عارف نفسه بيدي بليل ونهار، ليل ونهار، عنده ماراثون كبير جدا في الكذب. فين قوات الجحيم؟ انا بلدي جيشنا في حاجه اسمها قوات الجحيم؟ انا اعرف ماشي في قائد مسؤول عن البلطي، في قائد مسؤول عن الخيار، في قائد مسؤول عن البطاطس، في قائد مسؤول عن كحك العيد يا بسكويت يلا فتله، في قائد مسؤول عن الحاجات دي كلها. انا ما اعرفش انا في بلدي في حاجه اسمها قوات الجحيم، ما نعرفش، ما سمعناش عنها قوات الجحيم. اما اسرائيل ردت على قوات الجحيم بالشماريخ، قال لك ادوا له شمروخي، بيدوا له بالشمروخ على طول. هل حصل رد؟ انت اللي صغرت نفسك، انت اللي صغرت نفسك يا جيش مصر، انت اللي عملت نفسك قد، انت لما بقاش لك اعتبار. ابي احمد بقى بيضحك عليك، ابي احمد لما بيسمع كلمه الجيش المصري بيفصل من الضحك. انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده. حفتر اللي ساندتوه وساعدتوه عملتوا اللي عملتوا له راح ساعد حميدتي على جنودكو اللي اتخذت. انت اللي عملت في نفسك كده يا جيش مصر. اسرائيل بتديك بالشمروخ، قال لك خد الصعب بالشمروخ، بتديك بالشمروخ علشان انت اللي عملت في نفسك كده وفرطت في عرضك وارضك وشرفك وكرامتك وعروبتك والميري بتاعك لما اتنزلت عن ارضك في تيران وصرافير. انت اللي عملت في نفسك كده يا جيش مصر وبعت. وفي الاخر النتيجه يا ريت اسرائيل شكرتك، يا ريت اسرائيل قعدت كده وتقول شكرا للنظام المصري انه خاين، شكرا للجيش المصري ان خان البدله الميري وخان العروبه وخان ارضه وامنه وقومي وخان رفح وخان كل شيء. يا ريت اسرائيل عملت كده. ده لما اتزنقت ونتنياهو بيتزنق كل شويه مع فكره ان مفيش مساعدات بتدخل وامريكا بتبقى غاضبه بيشيلوه كل ليله، مره يخرج لك عبد اسمه ايه دوت بايدن يقول لك المكسيكي اللي قفل معبر رفح، ومره تانية يخرج لك امبارح وزير الخارجيه، ده مره عشرة، ده غير المره اللي شهدوا على مصر في محكمه العدل الدوليه، ويخرج لك وزير الخارجيه الاسرائيلي ياسرائيل كاتس علشان يقول لك ان معبر رفح بايدي اصدقائنا المصريين. قال لك هو صديقك؟ قال لك اه والله هو مشاركنا، هو بيشاركنا، انا عايز اخواتنا البورسعيديه يجوا هنا يجمع، هو بيشاركنا. قال لك معبر رفح بايدي اصدقائنا المصريين. وانا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، معبر رفح مش بايد مصر، مصر اقل من ان يكون لها دور في معبر رفح. بلدي وتعز عليا واتمنى لها تكون هي في اعلى العليين، بس النظام المصري جعل مصر اقل من كان يكون لها القدره ولا السلطه انها تدخل شاحنه، شاحنه واحده. مصر ما كانتش بتقدر تدخلها طوال الثمان شهور الا برفع التليفون من نتنياهو، ايوه يا سيسي دخل 5 6 10 20 30 شاحنه عشان عليا ضغط من امريكا علشان الطلاب الامريكان والمظاهرات في امريكا بتضغط على بايدن وعنده انتخابات، دخل لي 20 شاحنه. ده حتى الشاحنات اللي بتخرج وبتدخل، حتى الشاحنات اللي بتدخل اسرائيل بتعلم الاطفال الاسرائيليين الكيوت، بتعلمهم ازاي يتلفوا المساعدات بهذا الشكل، بتعلمهم ازاي يتلفوا. هؤلاء اللي انت حضرتك عايز بتقول انا التطبيع هو الحل،
انت بتطبع مع دول عشان تورث جيل عندك منبطح يكون دول اسياد عليهم، ولا انا غلطان؟ زي ما نتنياهو الان وبن غفير وغيره اسياد على السيسي وابن سلمان وابن زايد وملك الاردن وملك المغرب، دول الجيل اللي هيكون اسياد على الواد ابن ملك الاردن اللي هو الواد الولي العهد، دول اللي هيكون اسياد على الولد اللي هو ابن سلمان، دول اللي هيكون اسياد على اللي هيمسك مكان السيسي، دول اللي هيكون اسياد على الواد اللي هو اسمه خالد ابن محمد بن زايد، وهكذا وبتورث بعضها. وعرفتوا ليه بيحافظوا على الانظمه الاميريه، الانظمه الملكيه، الانظمه العسكريه؟ ليه؟ علشان الكل مطقطق، ولما الطقطق يطلع يقول لك انت يا حبيبي، انت يا حبيبي اللي انت اللي قافل معبر رفح حبيبي، علشان يحطك في موقف محرج امام العالم. مصر خرجت بيان، وزاره الخارجيه خرجت بيان، يعني حضرتك تقدر اكبر الصوره شويه، وزاره الخارجيه خرجت بيان حضرتك تقدر تستعمله تطبعه على مناديل وتستخدمه كمناديل كلينكس. قال لك مصر تنضم لمحكمه العدل الدوليه من يومين، والنهارده بنخرج بيان بهذا الشكل. كنت فين من 8 شهور يا مصر؟ يا نظام مصر، والله العظيم، ويا شعب مصر ويا طلاب مصر، كنا فين من 8 شهور؟ يا اخي ما كناش واخدين بالنا يا اخي، يا اخي ما كناش واخدين، انت يا اخي حما ايه قوي يا اخي؟ قال شوف البيان اللي امام حضرتك ده، قال لك ان اسرائيل هي اللي قافله المعبر عشان دخلت فين؟ دخلت معبر رفح اللي ضد اتفاقيه كامب ديفيد. طب ياد هو بيشيلك الليله؟ الغي انت اتفاقيه كامب ديفيد. لا ما الغيهاش. ليه؟ بيننا وبينهم استراتيجيات اساسها الحفاظ على كرسي عبد الفتاح السيسي والحفاظ على النظام العسكري. هي دي ده نقطه من اول السطر، دي بنود الاتفاقيه بتاعت كامب ديفيد، ان كامب ديفيد ياد انت وهو يا عسكر مقابل منها الحفاظ على الكراسي بتاعتكم وعلى اي عسكري الضوشه هيجي. هي دي القصه كلها. قال لك اصل نزلنا بيان، يا اخي اصحاب السفير المصري، اي اخواتنا العرب، ايها الاخوه المواطنون والمواطنات العرب من المحيط الى الخليج وفي كل ربوع الوطن العربي، هل تعلم سيدي وسيدتي ان مصر حتى هذه اللحظه السفير المصري بيعمل بكامل قوته وبكامل الدبلوماسيه المصريه موجوده في تل ابيب؟ اي والله، اي والله العظيم. ولا تنظر الى 35 36 الف ارتقوا يا ربهم في غزه، الموضوع ده كله ما يخصش مصر لا من قريب ولا من بعيد. قال لك احنا كررنا نرد على اسرائيل بقوات الجحيم. فين هي قوات الجحيم يا ترد على سد؟ يا اخي انت مش مطلوب منك ترد على اسرائيل، علشان ان امرت ان تطاع فامر بالمستطاع. وانتم لستم كرجال غزه، انتم لستم كرجال جيش مصر العظيم، انتم لستم كرجال غزه. فما حدش طالب منك ان امرت ان تطاع فامر بالمستطاع، ما حدش طالب منك انك ترد على اسرائيل، عشان عارفين انت نفسيا وعقائديا مهزوم ومحدش هيقدر يعمل معاك حاجه. يا ده انت مع 1000 واحد خارجين عن القانون في سيناء قعدت معاهم 10 سنين. الواحد ما طالبش منك ترد على اسرائيل ولا حاجه، لكن طالب من مصر ان كان يكون ليكي موقف في معبر رفح. موقف والتلويح باتفاقيه السلام، كل اللي بيحصل ده هيتوقف. اللي داخل لسه سنه اولى اقتصاد وعلوم سياسيه، سنه اولى حربيه، اللي ما بتعلمش، اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب، عارف ان اللي بيحصل في غزه ده من اول يوم امن قومي مصري استراتيجي من الطراز الاول اهم من حفتر اللي بيبعد عننا 1000 كيلو. بس كل ده كان مخطط من عبد الفتاح السيسي عشان مصر تبقى صغيره. يضرب عليك شبريخ وما تعرفش ترد عليه غير باكذوبه قوات الجحيم هتتحرك. قواته قال لك ماسكين كل واحد فيهم خياره وقته وبطاطس هنحدفهم وبالسمك. قال لك احنا هنحدفهم قال لك احنا استدعينا قائد خط البلطي عشان يرد على اسرائيل شخصيا بقوات الجحيم. لا مؤاخذه. سلام عليكم.